بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير. إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. حبايبنا، نتابع معكم اليوم الحديث عن فيتامين كاف كما وعدناكم بالفيديو السابق، ورح نتحدث عن متى يوصي الأطباء بتناول المكملات الغذائية من فيتامين كاف وكيفية الحصول عليه وما هي أفضل المصادر لفيتامين كاف، وأيضا سنتحدث عن فوائد فيتامين كاف 2 تحديدا. بداية يجب التوضيح أنه يفضل عدم تناول مكملات فيتامين كاف دون استشارة الطبيب، لكن الأبحاث أشارت إلى أن تناول أدوية تخفيف تخثر الدم قد تتطلب تناول مكملات هذا الفيتامين. ومكملات فيتامين كاف محددة ويمكنك العثور عليها مرفقة ببعض عناصر غذائية أخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د، ومن الممكن إعطاء فيتامين كاف عن طريق حقنة عضلية، وهي الطريقة المعتمدة مع الأطفال حديثي الولادة لأنها تقلل خطر الإصابة بنزيف في الدماغ. وفي الحالات التي يتلقى فيها المرضى مضادات التخثر مثل الوارفارين، قد يشكل نقص هذا الفيتامين مشكلة بالغة، وفي مثل هذه الحالات سيكون من الضروري إجراء اختبارات دم دورية. وتكمن أهمية فيتامين كاف كعنصر حيوي في عملية تجلط الدم، وبدونه لن يكون بمقدور الجسم التوقف عن النزيف في حالة حدوث جرح أو كدمة لا سمح الله. والسؤال، كيف يمكن الحصول عليه وما هي أفضل مصادر لفيتامين كاف؟ كما ذكرنا في الفيديو السابق أنه موجود في الخضروات الورقية ويتقدمها الليفت، حيث يعطي الكوب منه 1.1 ميلي جرام، ويليه الكرنب والسبانخ حوالي 1 ميلي جرام لكل كوب، وأصناف أكثر غرابة مثل الخردل والشمندر الأحمر اللي هو البنجر، والعديد أيضا من الأطعمة تحتوي على فيتامين كاف 1، والقليل جدا منها يحتوي على فيتامين كاف 2. ولحسن الحظ يستطيع جسم الإنسان تحويل فيتامين كاف 1 إلى كاف 2 بشكل جزئي، ويعد ذلك مفيدا بسبب تواجد فيتامين كاف 1 في الأطعمة الغذائية بنسبة 10 مرات أكثر من فيتامين كاف 2. ولكن أثبتت الدراسات أن هذه الكميات غير كافية، ويجب على الإنسان تناول فيتامين كاف 2 من مصادره الغذائية مثل الحليب البقري كامل الدسم، أيضا صفار البيض والكبد ولحوم الحيوانات. وكما هو معروف فإن فيتامين كاف 2 يذوب في الدهون، لذلك تعتبر الحيوانات التي لا تحوي كميات كبيرة من الدهون في أجسامها مصدر فقير بفيتامين كاف 2. في حال عدم توفر المصادر الغذائية السابقة، من الممكن تناول المكملات الغذائية للوقاية من نقص فيتامين كاف. ويفضل تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين كاف 2 بالتزامن مع فيتامين د الذي يعزز كل منهما عمل الآخر. فما هي فوائد فيتامين كاف 2 تحديدا؟ يعتقد العديد من الأشخاص أن وظيفة فيتامين كاف 2 مرتبطة فقط بتخثر الدم، ولكن أظهرت الدراسات وجود عدة فوائد أخرى مرتبطة بفيتامين كاف 2، إليك أهمها. أولا، صحة القلب. يساعد فيتامين كاف 2 على تحفيز بروتينات محددة في الجسم، بحيث تعمل هذه البروتينات على إزالة الكالسيوم الزائد عن الحاجة والذي يترسب في الأوردة والشرايين للإنسان. لذلك يعد فيتامين كاف 2 مفيد جدا للحماية من الجلطات، إذ تشير بعض الدراسات أن 20% من أسباب تصلب الشرايين هي بسبب ترسب الكالسيوم، والذي يؤدي بالتالي إلى أمراض القلب. ثانيا، السرطان. حكينا عن فوائد فيتامين كاف 2 تحديدا، أولا صحة القلب، وثانيا الآن السرطان. يعمل فيتامين كاف 2 كمضاد للأكسدة، وبالتالي يقوم بحماية الإنسان من أمراض السرطان المختلفة. كما تظهر بعض الدراسات أيضا أن فيتامين كاف 2 له فعالية في تثبيط التغييرات الجينية التي تؤدي إلى أمراض السرطان. ثالثا، الحماية من الأرق والاكتئاب. يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الإصابة بالاكتئاب والأرق وضعف الإدراك، إذ أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك فيتامين كاف 2
قد يكون فعال في تقليل السكر في الدم وبالتالي التخلص من حالة الاكتئاب والقلق. رابعاً صحة العظام، يمكن إضافة عنصر فيتامين K2 للعوامل الأخرى التي تساهم في صحة العظام وحمايتها من الأمراض مثل الكالسيوم، فيتامين د، المغنيسيوم وممارسة تمارين القوة. وأظهرت بعض الدراسات أيضاً أن استهلاك فيتامين K2 يحمي من الكسور في عظام الحوض. خامساً صحة الأسنان، أظهرت بعض الدراسات أن فيتامين K2 له دور فعال في الحفاظ على صحة الأسنان، إذ يعمل فيتامين K2 على تحفيز بروتين يعمل على تحفيز نمو الأسنان. دعواتنا لكم دائما بالصحة التامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما. حبيبنا، ما هو رأيكم تعليقكم على هذا الموضوع؟ للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد دائما اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.